Rashida Hassan Ibrahim from Jigawa State. Rashida Hassan Ibrahim daga jihar Jigawa. Me yake riwayatin taqra'in? Hassan Asim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن من بعد وصية يوصين بها أو دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم نعم كيستشغلنا رتا أعلى مراتب الإخفاء وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة من فضلك خليل
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض مريض حرج بالحاء والضاد والراء ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة
بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ريحا صرصرا ريحا صرصرا في أيام نحصات ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا فخم الخاء أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون أخزى بالزاي ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم